اهلا وسهلا فيكم. اليوم على صفحة حدا الارجيل، اليوم بدنا نجهز هيدي الارجيل اللي شايفينها قدامكم. هيدي الارجيلة بدها تروح على الرابية، منطقة الرابية بلبنان. طبعا هيدي الارجيلة مميزة جدا، هي افخر الارجيل الموجودة عنا. نحن بنشتغل افخر انواع الارجيل، وهيدي افخر ارجيلة موجودة عنا، معدلة اكيد بنحس الاحمر الاوروبي. كمان تطعيم تنظيف راس نبريش، الراس مثل ما شايفينه مطعم، وعنا هون النبريش مثل ما شايفينه كمان مطعم. بالنسبة للازازة، هيدي الازازة التشيكية او النمساوية اللي بتعطي فخامة الأرجيلة اللي بتجي صافي. خلينا هلأ نضبها بقلب الشنطة ونشوف شو بدنا نحط معها. خليكم معي. أوكي، هلأ صار وقت أنه نحنا نضب الأرجيلة. خلينا طبعا هون أول شيء منحط السبع مع الأزازة مثل ما شايفين. هيدي هي الأزازة. أوكي، نحنا نظفناها وغسلناها وهالأمور كلياتها مع السبع والصحن. أوكي، شوفوا من جوا كيف تجي. طبعا هيدي مطعمة منظفة مجهزة، ما عليك إلا بس أنك تحط المعسل والفحم وانتهى الموضوع. بنحطها بهذا الشكل، بنحطها بكل ترتيب واهتمام. بنحط الراس كمان بهذا الشكل هون. نرجع نحن بنحط النبريش. طبعا هلأ هون نحن حنحط بعض الهدايا. نحط المعسل طبعا مثل ما شايفين هون، هذا الإمارات نكهة بحريني، هولي تقريبا بيطلع نص كيلو. أوكي، هيدا أطيب معسل ممكن تذوقه بحياتك. بنحطه مع هيدا الأرجيلة. من بعدها بنحط الهدايا، بعض الهدايا، الراس هدية، النبريش كمان هدية مثل ما شايفين. بنحط جلودة، وطبعا في ازازة خليل مأمون كمان، هيدي حتكون هدية. اوكي، ليش انا هون عم بستعرض ازازة خليل مأمون وهيدي الازازة؟ هيدي الازازة عندها سحبة كتير ممتازة وعندها شكل ممتاز، وهيدي الازازة بتتميز بسحبتها الممتازة جدا جدا جدا. اوكي، هول الازازتين هن اهم ازازتين. هيدا المعسل هو اهم معسل، اللي هو الاماراتي نكهة بحريني. هيدا النبريش اكتر نبريش بيطعم بالتفاح. نحن مننبسط نحن عم نرجل فيه بالاخر، ان كان السبع ونحاس الاحمر كرمال الضيان، كرمال عم نستثمر نحن لقدام. يعني عم نحكي نحن نحاس احمر حوالي 15 20 سنه مثلا لقدام، ممكن هذا الاستثمار يطول اكثر من هيك بعد. بالنسبه لاكسسوارات خليل مأمون، لقينا اهم اكسسوار، اهم ازازه طعمناها بالامارات نكهة بحريني، ان كان الراس، حتى نوعيه الفخار، وحتى نوعيه النبريش. واكيد نحن لما بدنا نجمع ارجيله ونجهز ارجيله لكل زبون، شوفوا الفيديوهات الموجودين عن ارجيل زامبيا، ارجيل افريقيا، ارجيل ليبيريا. بعض الأرجيل نحن جهزناها كمان لبرا، إن كان برا لبنان ولا جوا لبنان. أكيد فيكن تطلبوا الأرجيل اللي بدكن إياها وين ما كنتوا بأي دولة بالعالم. طبعا هيدي قيمتها الأرجيل هي 1,012,000 ليرة. طبعا في أرجيل بتختلف، نحن منزيد عليهم أمور، منعدل عليهم بعض الأمور كمان، ما في أي مشكلة. أكيد لما بدك تاخد أرجيل من عنا بكل اختصار حتاخد أطيب أرجيل ممكن تدوقها بحياتك. وليش الناس بتطلب من عنا؟ لأنه زهقت من المعسل ما بينشرب، زهقت من موضوع الفحم اللي ما بيولع، زهقت من موضوع الأرجيل اللي ما عم بتطعم أو عم بتخني وبعض المشاكل، خلص ملت من هيدا الموضوع. نهاية هيدا الفيديو بدي أذكركم تتابعوا كل الفيديوز الموجودين على التشانل، تابعون تابعوا التفاصيل كرمال تاخدوا فكرة شاملة وعامة عن شغلنا، قديش دقيق قديش حرفي، والتفاصيل كلها موجودة بالفيديوز. بالنسبة للناس اللي بدهم يطلبوا هيدا الأرجيل إن كان بلبنان برا لبنان، كل ما عليكم بس تتواصلوا معي على الواتساب 24 24، أكيد بكون بخدمتكم لأنه خدمتكم شرف لإلي. ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب على هذا الفيديو، وتشاركوه مع الناس اللي بتحبوا انكم تعطون أرجيل طيبة او هن يجربوا الأرجيل الطيبة المعدلة الموجودة عنا. اكيد ما تفوتوا على حالكم هذه التجربة. بتشكركم لمشاهدة هذا الفيديو، وإلى اللقاء.